ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، وهنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، ازاي نعرف شخصيتنا من خلال الفراغ اللي احنا عايشين فيه، او بمعنى اصح البيت اللي احنا عايشين فيه متطلباته تكون عاملة ازاي بيزد على الكاركتر بتاعتنا او بيزد على شخصيتنا عشان نقدر نكون مرتاحين في البيت اللي احنا عايشين فيه. النهاردة باشمهندس هيعلمنا ازاي نعمل مود بورد، وهي اصلا المود بورد عشان نقدر نكون زي ما قلت نكون مرتاحين في المكان اللي احنا عايشين فيه. صباح الخير يا باشمهندس. معانا طبعا باشمهندس محمد هنداوي، طبعا صديق عزيز وصاحب بيت. اهلا بيك. اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه والمشاهدين كلهم بخير يعني، وعام سعيد على الجميع يا رب. خلينا نبدا الاول، ازاي فعلا الواحد يقدر يتعرف على شخصيتنا وشخصيه الفراغ اللي احنا عايشين فيه او الخاص بينا يعني؟ هو طبعا ده موضوع مهم جدا، لانه من اكتر المشاكل اللي بتواجه المصممين وحتى الكلاينت اللي هو الشخص اللي جاي عشان يعمل ديزاين، انه ما بيبقاش عارف هو عايز ايه. صحيح بالظبط. والديزاينر بياخد وقت كتير جدا عشان يقدر يفهم سيكولوجيه الشخص اللي قدامه هو عايز ايه بالظبط، وبيحصل كونفليكس كتير جدا في ان المشاريع ممكن كان على السكيل بتاع الانتيريور ممكن بعد ما تخلص يحصل كونفليكت ومشاكل ما بين الكلاينت وما بين الديزاينر، انه مش ده اللي انا كنت عايزه، مش ده اللي انا كنت متخيله، حتى لو مستخدمين ال 3D ماكس وكل التولز اللي هي الناس دلوقتي بتقول لا ده بيوصل وده مش بيوصل، لكن في حاجه اهم من كده، ان افهم الكاركتر اللي قدامي. فالكاركتر اللي قدامي هو اللي بيساعدني ان انا افهم هو عايز ايه، هو اللي بيديني التولز وهو اللي بيقول لي انا دي شخصيتي. فطبعا الجزء بتاع الريزيدنشال هو الاهم في الحته دي، ان احنا بدايه من الانكلوزد سبيسز او الفراغات المغلقه زي الماستر بيدروم او البيدرومز اللي هو النوم، تدريجيا بقى للليفنج روم، للريسبشن اريا اللي بيبقى فيها اشتراك ما بين الاونر اللي هو صاحب المكان والجيست. فالاماكن المغلقه دي بتبقى اكتر ايدنتيتي. الاوفيس ممكن يكون اقل شويه، لان الاوفيس بيبقى فيه كونسبت تابع لشركه او لوجوز او فاحنا بنفوكس النهارده على حته الريزيدنشال، البيت اللي انا عايش فيه، البيت السكني. ازاي انا اقدر اوصل لنفسي، افهم نفسي اولا، اطلع الانتيريور ديزاينر اللي جوايا، واطلع التولز اللي انا عايز اعمل بيها شغلي، لان كل واحد ليه كاركتر مختلف. صحيح. فده ينطبع على الفراغ اللي هو يعيش فيه. فكتير جدا من الناس ممكن تخش اماكن تقول الله الديزاين جميل، هو يعجبك فيجولي شكليا والماتيريالز المستخدمه فيه حلو، لكن هو ما عندوش طابع جاي من الايدنتيتي بتاعت الاونر اساسا. اوكي. فهنعرف ازاي ممكن نعمل ده بمنتهى السهوله عشان نساعد نفسنا في الاول، ونساعد الديزاينرز ان هم يوصلوا للريزلتس او نتائج صحيحه. طيب تعالى نبدا في خطوات كده فعلا، ازاي ايه الحاجات اللي توحي لي ان دي شخصيتي، او ان انا محتاجه الديزاين ده، او انا عايزه ده عشان ده قريب جدا من الكاركتر بتاعتي. طيب احنا لو بدانا الصور، يا ريت هنقدر يبقى كده مع الصوره تبقى الشرح اسهل. احنا دايما لما بيجي لنا الكلاينت في اي ديزاينر او اي مكتب او اي شركه تصميم، بيبقى الديزاينر نفسه حاجه مبهمه. انا مش عارف مين الشخص اللي جاي، تفكيره ايه. يمكن دي مش اول صوره هو في يعني في بيكتشرز ممكن صور قبلها بعد اذنكم. يعني في صور بتوضح الشخصيه اللي هي بترتيب الصور. مين انا بيجي لي شخص في الاول، انا مش عارف ايه الكاركتر بتاعه، هو بيفكر في ايه، عايش ازاي، الكالتشر بتاعه ايه، كان عايش بره مصر، كان عايش جوه مصر طول الوقته، الليفل اوف اديوكيشن، مستوى التعليم بتاعه، الفاينانشال سيتويشن بتاعه عامل ازاي. كل ده لازم يدرس عشان اقدر اعرف اليوزر بيهيفير اللي هي بنسميها مش يعني تصرفاته، بالزبط. طريقه معيشته، اللايف ستايل بتاعه بالظبط. فبيجي لي مبهم، ببدا اعمل معاه الاستاديز، لان كل واحد فينا مختلف. يمكن البيكتشر هنا بتوري ازاي ان كل شخصيه ليها الكاركتر بتاعها، حتى في اللبس، في اللايف ستايل بتاعها، في طريقه الكلام، في كل حاجه. صحيح. فانا باخد ده عندي بقى، انا المفروض ان انا دارس كديزاينر الناحيه السيكولوجيه دي، وابدا احولها لديزاين، ابدا افهم ده واحوله لديزاين. نبدا ده ازاي؟ انا دايما بقول ان زي ما اي شخص ممكن نشبهه بحاجات كتير، والناس اللي بتحب الهوروسكوبس والابراج، والناس اللي بتحب انه يقول لك انا بشوف الكاركتر بتاعي في الحاجه الفلانيه، برضو ده في قلب الديزاين والانتيريور. يعني ممكن اشوف شخصيتي في ماتيريالز معينه، في ناس تحب الايرث، الحاجات الناتشرال، الحاجات أشوف الطبيعيه، الحاجات الطبيعيه، التجاليد، الحجر، التجاليد، الخشب الطبيعي، الرخام في الارضيات. فده هو لو قال لي صح
زي ما احنا شايفين الماتيريالز المختلفه هنا، كل شخص زي الصوره اللي قبليها ممكن يكون كل واحد بيعبر عن حاجات مختلفه. الوان الفابريكس دي كل واحد فينا بيحب ياخد تكتشر معين ولون معين وبيرتاح في الوان معينه. في طبعا حاجات صح وغلط في الانتيريور، في اوضه النوم، ايه الالوان المناسبه. ده بقى دور حضرتك هنا بقى، يعني بالظبط هنا بنوصل لحاجه. لا انت ممكن تقولي لا ده انسب مثلا لاوضه النوم، لا ده انسب للليفنج روم. بالظبط. فاحنا بعد ما انت بتعملي الهوم ورك ده انت از كلاينت وتقدري توصلي لي جزء من الكاركتر بتاعك كويس، اقدر انا اخد ده واقول لك بقى ايه اللي هيتعمل. طيب حضرتك كمهندس ديكور يعني بتقرا شخصيه العميل ازاي، وخصوصا العميل اللي افكاره مش مرتبه او مش عارف هو عايز ايه او كده، فبتساعده ازاي؟ هي دي اللي احنا جايين نتكلم عليها النهارده، ان الشخص اللي هو مش عارف نفسه هو نفسه عليه هوم ورك، هو نفسه عليه واجب المفروض يعمله ان هو يعرف هو مين ازاي، من خلال ان هو افرجه بفرجه كتير على ستايلز مختلفه، الانتيريور ديزاين ستايلز، منها بقى حاجات كتير جدا، اندستريال، الفانتج، المينيماليست، الميد سنتري، انواع كتير جدا، انواع كتير جدا جدا، يعني اكترهم 14 ستايل بيستخدم عالميا. جوه مصر في 3 أو 4 ستايلز معظم هم الكومن، الميديترينيان والاندستريال دلوقتي والمودرن والميد سنتري، فهم دول اللي احنا بندور حواليهم جوه مصر. بنبدا نعرض عليه الماتيريالز والصور بتاعت الستايلز دي، بيبدا هو يحس انا ده بالزبط. او انا الكاركتر ده او انا ده شبهي، هو ده اللي انا كنت بدور عليه. فانا لازم اعرف هو وزن انهي ستايل، وهو يساعدني في ان هو يعمل الهوم ورك ده، ان هو يعمل المود بورد البسيطه دي، مش بنقول حاجه بروفيشنال، عشان اقدر انا من خلالها اطلع بديزاين صحيح. طب يعني ايه مود بورد؟ خلينا نشرح للساده المشاهدين يعني ايه مود بورد. هنشوف بقى في الصور اللي هي اللي جايه دي، احنا شفنا طبعا مجموعه من الماتيريالز، لكن في صور تانية بتقول ان الماتيريال دي بتتجمع ازاي، هو ايه المود بورد نفسه، وازاي اقدر اعمل مود بورد كمان. بالظبط. طب احنا ممكن نشوف الصور بعد اذنكم. فكل شخص اساسا زي ما قلت ليه كاركتر معين، ممكن تلاقي حد بيرتاح جدا في الميديترينيان زي الصور دي. ده ميديترينيان ستايل او قريب للاندلسي اللي هو جزء بتاع مصر والمغرب وتونس وايطالي وفرنس وسبين، ده السيم بتاع البحر المتوسط. وبيبقى دايما بالالوان الفاتحه والناتشرال ماتيريالز، وبنستخدم فيه زرع كتير وبنستخدم سكاي لايت. في ناس بتلاقي نفسها في ده. انا احب الميديترينيان جدا. ما هو انت شفتي هو ده، فهو فعلا اكتر يعني الموست كومن هنا في استخدامه، سواء قريب مننا فعلا جدا. بالظبط. مع ان الاندستريال ظريف برضو. بالظبط. هنا مثلا هنشوف ازاي الفينتج على الشمال والبوهيمي على اليمين. فالبوهيميان والفينتج انا برضو ممكن اقعد مع حد ارتستيك يقول انا عايز ده، انا عايز ده. ف فحاجات وحاجات يعني. بالزبط. ممكن برضو استخدم البوهيميان او الفينتج في اوض ميكس ما بين حاجات. بالظبط. فانا بقى لما تديني السيم واقدر اقرا شخصيتك كويس كده، احنا مش هنتعب كده، احنا هنطلع ديزاين مظبوط جدا. يمكن الصور اللي بعديها هتورينا برضو ان ازاي الاندستريال موجود في الدايننج روم وموجود في الميتنج روم في الشركات وموجود في الدبل هايتس ازاي. فدي برضو شخصيه، في ناس بتحب السيم ده. طب اسال حضرتك حاجه، لو حد عنده ميكس ما بين الحاجات دي كلها ممكن ينفذها في بيته ولا البيت الميكس انت بتفضل؟ الميكس صعب جدا ان انا اخد ولا انت بتفضل 3 ستايلز اعملهم في مكان واحد. بالظبط. ولا انت بتفضل انه لا يعني خلينا ماشيين الميديترينيان فخلي كل حاجه ميديترينيان، يعني مثلا افرض انا عايزه الليفنج روم ممكن تكون اندستريال، وانا شايفه ان البيت مثلا ممكن يبقى فيه بارت منه بوهيمي على يعني، ولا ما ينفعش، ولا لازم كله يبقى؟ لا ممكن يحصل ده، بس بيحصل بطريقه بقى فيري كريتيكال، ولازم يبقى حد الديزاينر يبقى حد فاهم قوي، لان هتلاقي الدنيا ممكن تبوظ خالص. الانكلوزد سبيسز زي ما قلت في الاول، الفراغات اللي ما عليها باب مقفول زي اوضه نومك واوضه نوم او الاولاد او اوضه نوم او الجست بيدروم او الحاجات دي، ممكن دي تبقى الديزاين بتاعها مختلف، ليه سيم مختلف، لان هي اوريدي مقفوله بباب. لكن الفراغات المفتوحه على بعضيها لازم يبقى في هارموني، لازم يبقى في هارموني، ده منسجم مع ده او ده واخد من ده. فزي ما بنقول ممكن يبقى في ستايل اسمه اكليكتيك، الاكليكتيك ده عباره عن الميكس اند ماتش، هي مجموعه بقى من الستايلز بتخش في بعضيها، وده معظم الديزاينرز بيشتغلوا بيه هنا. وهو فيري كريتيكال، يعني بيحصل فيه اخطاء كتير، لانه ممكن يكون ديزاينر مش قادر، ما وصلش لحاجه كويسه، فبتلاقي فيه خلط كده ما بين الستايلز انت مش عارفه هو ايه ده بالظبط. بالظبط. فيفضل ان احنا نبقى ماشيين على ستايل معين. يفضل يفضل عشان تلاقي المكان انت نفسك، تلاقي شخصيتك فيه والطابع بتاعك منطبع موجود في المكان، وتحس انه كل حاجه فيها هارموني، فيها انسجام، ومبسوطه من الاستخدام فيها. اوكي. طيب مثلا انا كشخص عادي ومش دارس فن اصلا ومش في الانتيرير وما اعرفش قوي، ازاي اقدر اعمل مود بورد؟
هو ده اللي احنا هنقوله النهارده، ان احنا بنقدر نتفرج على الستايلز، الجزء بتاع الهوم ورك اللي احنا بنقول عليه، ان احنا كديزاينرز او حد مش ديزاينر بيقدر يخش اونلاين ويبدا يشوف الماتيريال اللي هو حاببها، ينزل للسبلايرز، يروح للناس اللي عندها الخامات الموجوده في الماركت، يتفرج هو عايز ايه ويصور، او ياخد الكاتالوجز بتاعتهم ويبدا يقول انا بحب الحجر فياخد صوره الحجر يحطها، انا بحب الخشب اللون ده فياخده يحطه، وانا بحب الفابريكس اللون ده اخد احطها، فبجيب فرخ ورق 50 في 70 كانسون او ناسيبيان او اي حاجه، وببدا احط عليه القطع اللي انا بجمعها والصور اللي انا بجمعها. يمكن هنا دي صوره تاني للمينيماليست، حاجه الترا مودرن، ففي اشخاص بتحب المود ده، الهدوء بالظبط. المينيماليست معتمد على انه ليس از مور، يعني اقل حاجه هو ده اتجاه فعلا الحل في الانتيرير، فاتجاه وفي ناس بتحبه في الفاشن كمان موجود. بالظبط، في ناس بتحبه، وهو يمكن اكتر انتشارا في اليابان لان هي اساسا المخترعه. بالظبط، ايوه. يوروب، احنا هنا في مصر شويه انا اعتقد ان هو ما نجحش قوي في مصر، لان احنا مش الكاركتر ده خالص، احنا عايزين احنا مور از مور. احنا احتياجاتنا اكتر حتى في الحياه، مش بنستخدم اقل ما يمكن، احنا بنستخدم اكتر ما يمكن. بالظبط. فهنا برضو ازاي نقدر نجيب الكالرز، يعني دي كالر باليتس كلها بتستوحى من الطبيعه، نقدر نجيب نجمع، انا عايز الاوضه بتاعتي فاقدر اشوف انا اهي الباليت بتاعت الالوان اهي، يعني انا عايز اللون البينك مع مش عارف ايه وايه وايه وايه. طبعا دي مش الوان الحيطان عشان الناس برضو اللي بتسمع ما تفهمش الموضوع غلط، دي بيبقى فيه لون سائد، وبعد كده باقي الالوان دي بتبقى في الروم عن طريق الاكسسوارز والفرنتشر اللي هي الاكسسوارات والفرش بتاعها والفريمز اللي محطوطه والفاز ولون الشاندلير ولون الكومود. ده مش الوان الحيطان، احنا بنختار منه لون او لونين بالكتير يعملوا ماتشنج مع دي. فلما بنقول باليت بتاعت الوان بيبقى لونين ثابتين والباقي بيستخدم في الاكسسوارز عشان الناس تبقى فاهمه هو ايه. فانا بجمع برضو الباليت بتاعت الواني، الفابريكس اللي انا حاببها، اي حاجه انا حاببها احطها، بس طبعا مش هعمل مود بورد اروح اجيب مثلا 10 نوع فابريكس اقول هم دول، لا ده برضو هيبقى محير للديزاينر او محير ليك انت لو انت عايز تنفذ لوحدك، لا انت بتحصر نفسك ما بين اكتر اتنين انا بحبهم. انا عايز تجليد خشب، انا هجيب الخشب بالفينش بتاعه ولونه كذا فحطه، وانا عايز بقى وحده لايتنج شكلها كذا فابدا اجيب صوره لوحده اللايتنج دي من السبلايرز الموجودين في الماركت وابقى متاكد ان هي موجوده، او اجيب من اونلاين وابدا اسيرش عليها هي موجوده فين واحط كل ده مجمعه في بورد كده واحطه. ممكن كمان ده يتنفذ للناس اللي بتعرف تشتغل على الكمبيوتر على الفوتوشوب او اي بروجرام تاني سهل، اقدر اجمع الصور دي اعمل لها كونفلاش كده احطها جوه جنب بعض، هنشوف في الصور اللي جايه ايه هو شكل المود بورد او الكونسبت بورد اللي احنا بنتكلم عليه شكله بعد ما بيخلص هو ايه. انا اللي فهمته منك دلوقتي يا باشمهندس ان انا فعلا كل ما الاقي حاجه عجباني اجمعها. بالظبط. وبعد كده ابدا اعمل فلتريشن. بالظبط، الالوان والفابريكس اللي انا عايزاه وكمان الستايل اللي انا عايزاه، وده من خلال ان انا اتفرج على حاجات كتير جدا، اشوف الميديترينيان او لو انا عايزه فينتج او انا عايزه اندستريال، ليه الانواع بتاعت الديكور. اقدر اخش اونلاين اكتب انتيريور ديزاين ستايل او ديكور ستايلز، بالظبط، هيبدا يطلع لي حاجات كتير جدا، ابدا اجمع اربع خمس صور من كل ستايل، ابدا اشوف انا انهي ستايل اللي انا حابه، ابدا اجمع الفابريكس بتاعته، ابدا اقرا عنه هو الوانه ايه، يعني الفينتج الوانه ايه، الاندستريال ده بيستخدم من انهي الوان وبيستخدم من انهي ماتيريال، والفينشنجز بتاعته عامله ازاي، ابدا اشتغل ويز كمان اذاكر ده، يعني اذاكر كمان الانواع. موضوع بسيط، يعني موضوع طبعًا بسيط طبعًا. جدا بالعكس. بس ايه اللي بيحصل بيخلي الكونتاكت ما بينك وما بين الديزاينر سهل وسريع، وبتاخدي نتيجه اللي انت عايزاها. صحيح، وانا افهم انا كمان انا عايزه ايه، ما هو ده البيت اللي انا هقعد فيه في الاخر. بالظبط. اوكي، فاحنا جينا دلوقتي ان انا هختار الالوان اللي انا عايزها او عايزاها والستايلز اللي انا عايزاها. صحيح. وبعد كده انت كمان عايزني اختار، هل بختار الفرنتشر كمان في المود بورد ولا بجرب بس لو تعرضت الصور بتاعت المود بورد فيها ممكن اكتر بعد من كذا مود بورد خلصانين، فموجود فيهم بقى الفرنتشر، اللايتنج يونت، انا كمان بذاكر ده كمان، يعني ده كمان انا لو حابه، لو انت حاسه ان في سيم بتاع فرنتشر معين عاجبك، الارك ديكو، عايزه تشتغل ستيل، عايزه تشتغلي مودرن، الترا مودرن، كونتمبوري، بتقدري تجمعي يعني زي كده مثلا ده مود بورد خلصان. اوكي. في الوول بيبر شكلها انت حابه يبقى عامل ازاي، فيها الزرع اللي انت عايزه تحطيه، في الالوان اللي انت عايزه تحطيها، فيها الفرنتشر بالوانه اللي انت حباها، فيها الكاربت اللي محطوطه على الارض. ده مش معناه ان الديزاينر هياخد ده يعمله از ات از. لا هو مش كده، لا 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 هو مش كده خالص، انت بتديني، انت بتقولي مثلا انا بحب اكل كذا،
انا بقى ده انا هعمله بطريقتي، يعني انت هتديهولي انا هطلع لك من ده بعد ما يخش عقل الديزاينر بطريقه ويبدا يرتبه هو، لان الديزاينر بيفكر في حاجات كتير جدا جدا مش هم دول، يعني دي ده مجرد كي للديزاين لكن مش هو ده الديزاين، عشان الناس ما تفتكرش انه الموضوع بتاع الانتيريور بمنتهى السهوله كده احنا بنجمع صورتين وهو ده اللي هيحصل خالص. لا، ده في الكتروميكانيكال وفي حاجات فانكشنال وفي ديزاين وفي سبيسز وفي سيركوليشن وفي ماتيريالز وفي فينيشنج وفي حاجات كتير جدا. ده مثلا مود بورد تاني معمول فيه، محطوط فيه الباليت برضو الفرنتشر تايبس، محطوط فيه الوول بيبر عامل ازاي، ايه الالوان اللي انا عايزها، حتى اشكال السيراميك، السيراميك اللي هتستخدم والبورسلين اللي في الارضيات. على قد ما تقدري الكوشنز، على قد ما تقدري قولي لي انا عايز السيم ده، انا هتحرك وزن ده عشان نقدر نبقى نطلع ريزلتس احسن. اوكي طب فاين، بس بعد كده دلوقتي خلاص انا عملت المود بورد وتناقشنا فيها، بعد كده بيجي بقى دور حضرتك انك ده يتنفذ بالظبط. هل ده بيتنفذ بنسبه قد ايه من المود بورد اللي احنا اتفقنا عليها؟ احنا الديزاينر بيكرييت بقى بيطلع حاجه كويسه من قلب السيم اللي احنا اخترناه والمود بورد اللي ساعدنا، لان هو اساسا دي بروسيس احنا بنعملها، يعني انتيريور ديزاينر بيعملها بالظبط، دي حاجه بتاعتنا. بس القصه هنا انه لو احنا النهارده بنقول للناس وللكلاينتس يا جماعه في الماركت المصري مشكله كبيره ان الناس مش فاهمه هي عايزه ايه، صحيح. فبيحصل كونفليكت ما بين الديزاينر وما بين العميل اللي جاي. فلو العميل عمل ده الهوم كده بمنتهى السهوله مش هياخد منه يوم او يومين، هيبقى الموضوع ايزي جدا وسهل جدا على الجميع، وهيطلع برودكت، لانه في الاخر انت برودكت انت اللي هتستخدمه، صحيح. وانت اللي هتبقى مبسوط مش الديزاينر، الديزاينر هيعمل وهيمشي. لا وفي نفس الوقت كمان الفابريكس، يعني اكيد خبره حضرتك برضو انك بالضبط. تقولي لا الفابريكس دي على فكره لا احنا طبعًا. جونا طبعا يستحمل كده، لا اللون الابيض ده احنا عندنا تراب اكيد مثلا مش عارفه ايه، لا هنا انت محتاجه تعملي كفرز هنا، يعني هنا بقى كمان اكيد. دور هو طبعا انت بتحطي ايه الكي زي ما قلنا، لكن انا بقى ببقى قدامي سبيس، ممكن مكانك يكون مساحته ضيقه فما ينفعش فيه ستايلز بالظبط معينه، بالظبط ممكن يكون الـ 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 المساحه بتاعتك كبيره وانت مش واخده بالك ان ممكن يبقى فيه ستايل احسن من كده بالظبط او شغل احسن من كده يتعمل. فالديزاينر هو اللي بياخد ده كده، خلاص انا بدات افهم زي ما قلنا اللي بيجي في الاول مبهم، لا بدات اعرف انا دينا عايزه ايه وهتعمل ايه وبتفكر في ايه وشخصيتها عامله ازاي واللايف ستايل بتاعها عامل ازاي وبدات انهي ستايل عايزه تاخده، فالموضوع بيبقى مور ايزير، اسهل بكتير لينا كاركتكتس او انتيريور ديزاينرز ان احنا نطلع برودكت انت تحبيه. صحيح، وانك كمان تساعدني ان انا ارتب افكاري، لان لو بالظبط. حد كمان افكاره يعني متلخبطه وده انت كمان بيحصل، ده معظم ده الوقت اكيد ما طبعا، لان بالظبط هو مش بروفيشنال، فبيبدا ان هو يقول لا ده لا ده، لا اصل مراتي عايزه ده، لا اصل ابني عايز ده، لا هو كل بالظبط واحد يعمل فراغه، يعني ايوه ابنك في اوضته ايوه انت في الماستر بيدروم بتاعتك الليفنج روم بيتفقوا ايوه على ده كان سيم. سؤالي فعلا فعلا، فكره ان لو عندك عيله كامله، يعني دلوقتي لو حد سنجل او كابلز هتعرف ان انت تتعامل معاهم يعني، لان صحيح لكن لو دلوقتي عندك كل هتعمل واحد في فراغه بالظبط صح ما ينفعش. يس والجست او الريسبشن الحته الكبيره اللي بنستقبل فيها الضيوف بتاعتنا دي احنا بنتفق على سيم واحد، ما ينفعش ان احنا كل واحد يبقى عايز يعمل حاجه بمزاجه، مش هتنفع، لان هيطلع في الاخر زي ما قلنا ما ده يمكن شويه صورتين بيوضحوا بقى حلوين الناتج قوي اللي بيطلع من ده، الناتج اللي بيطلع من ان احنا ده شغلنا بنعمل ازاي وبنوصل لانهي درجه ان في هارموني وان الحاجه المحطوطه معموله صح، وانا كمان ككلاينت مبسوط جدا لان قدرت ان اوصل معاك بمنتهى السهوله لحلول انت نفسك بقيت كيوزر مبسوط منها وقاعد في بيتك مبسوط. طيب وده كمان ده طبعا ستيل، يعني احنا حتى انا جايب في ناس شغل تحب الستيل الستيل ده طبعا طبعا. طبعا انا يعني عشان احنا عرضنا صور ما فيهاش ستيل خالص فحبيت احط شغل ستيل بحيث ان احنا نقول يا جماعه انه ده بيطبق على اي حاجه، ده مش على المودرن بس ولا على البوهيميان، ده كل الستايلز اللي احنا ذكرنا بعضها النهارده يعني. صحيح، لان يعني فعلا كل واحد عنده مود معين او نفسه ان هو طبعا يعيش طبعا في فراغ معين او بيت بطريقه معينه. طيب ختاما يا محمد، فكرة انه المود بول مهم جدا لكل بيدور على الراحة في بيته، وكمان مفيد ان اعمل بيتي بدون ديزاينر، بس هي طبعا فكرة ان انا عايز اقول برضو ان الديزاينر يا جماعة هنا دوره مهم جدا، أكيد. فنقدر نشرح للسادة المشاهدين ازاي، عشان برضو الناس اوكي فاين انت عملت المود بول وخلاص هو فاكر انه ممكن يقدر ينفذ لوحده، ما ينفعش. صعبة جدا طبعا بالظبط. ان بالذات لو انت حابب انك تحصر نفسك في قلب ستايل معين، لا يعني الموضوع يبقى انت بتصعب الموضوع على نفسك، لكن انت لو بتشطب، يعني في فرق كبير جدا ما بين هيقول التشطيب مهم قوي، ناس الناس كتير اللي مش شغالة في بتفهمه. الماركت
بتقول احنا مهندسين ديكور وهم بيمتهنوا المهنه، هو مهندس كهرباء او مهندس مدني او 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 وشغال ده راجل مقاول طش طباط مش ديزاينر. ديزاينر هو معماري ومهندس الديكور بس صح. بعد كده مفيش. ايوه فدول هم الاثنين اللي بيقدروا ياخدوا ده يعملوا منه بروجكت، وياخدوا ده يعملوا منه كرييشن. الباقي بياخد ده تديله الصوره يديلك اسوأ منها، لان هو ما عندوش النو هاو، مش فاهم وما عندوش الامكانيات اللي تخليه يطور ده او بالزبط. ازاي يحل ده في المكان بتاعك، فبتلاقي المكان بتاعك طبعا طالع حاجه تانية تماما. فهو بيعتمد على انه لو هو حتى شاطر وبيشطب تشطيب كويس او الفينيشنج بتاع المقاولين بتوعه كويسين، لا ما وصلناش لمرحله الانتيريور. يعني مرحله الديكور دي حاجه يا جماعه، ومرحله الراجل اللي بيشطب ده حاجه، عشان لما تيجي تروح لحد تبقى عارف انت رايح لواحد بيشطب بالظبط ولا ده مصمم. المصمم حاجه واللي بيشطب حاجه طبعا، مقاول حاجه والمصمم حاجه تانية خالص. طبعا باشمهندس محمد هنا بشكرك جدا جدا، وكل مره ببقى سعيده قوي ان انا قاعده معاك لان بستفيد حاجات كتير قوي، وان شاء الله. وبشكرك دايما على اختيار مواضيعك، لان اختيار مواضيعك دايما، انا بقعد مع مهندسين ديكور كتير من خلال يوم السبت يعني، بس بحس انك انت بالذات مرتب افكارك قوي ودايما بتفيدنا باختيارك للمواضيع. بشكرك احنا دايما قوي. يعني انا بحاول دايما ان افيد اللي بيتفرج بالظبط، ما هي الفكره بياخد افاده، يعني مش مجرد ان احنا بنحكي حكايه على حاجه احنا ممكن نقراها في كتاب او 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 نقراها في مقاله او حاجه، لا بنحاول نوصل معلومه عن طريق الاكسبيرينس. يا جماعه في هنا مشكله فبنتكى على المشكله. بشكرك جدا واتمنى لك يوم جميل. ميرسي جدا ومسعيد. شكرا. فاصل سريع ونكمل باقي فقراتنا، فخليكم معانا.